شيخ الأزهر يؤكد إن مؤتمر نصرة القدس يأتي استمرارا لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي يؤكد إن المصريين استطاعوا بوعيهم إنقاذ الوطن من المؤامرات. ريكس تيلرسون يؤكد استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لمنع عودة داعش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال الرئيس السيسي في كلمة ألقاها في مؤتمر حكاية وطن إن المصريين استطاعوا بوعيهم أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه مؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشال وإنهاك مؤسساتها. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما أنجزته مصر على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة حلم صاغه هذا الشعب بعزيمة وتحد منذ أن قرر أن يثور على من حاول سلب آماله وتطلعاته. وأكد الرئيس السيسي أن أبناء القوات المسلحة والشرطة خاضوا معركة أخرى لا تقل شراسة عن معركة مواجهة الإرهاب، وهي معركة بناء هائلة ضد الظلام ضد قوى الظلام والإرهاب، مشددا على أن المصريين خاضوا المستقبل وزراعة الأمل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من مقر المؤتمر عمرو حسين. عمرو، بعد التحية أطلعنا على التفاصيل لو سمحت. أهلا بك يا زميلي العزيز أحمد، دعني في البداية بصورة سريعة أنقل لك ما يجري الآن في مقر إقامة مؤتمر حكاية وطن. الجميع هنا على هبة الاستعداد، والاستعدادات تجري على قدم وساق في انتظار وصول السيد الرئيس إلى القاعة التي ستقام بها الجلسة الافتتاحية. نود أن نشير أيضا إلى أن المؤتمر سيمتد في الفترة بين 17 إلى 19، سيكون المؤتمر على مدار 4 جلسات تمتد إلى تشير إلى مجالات عدة أهمها مشروعات البنية التحتية والقومية، التنمية الاقتصادية، مواجهة الإرهاب، وختاما مبادرة 6 القرايب. عمرو، هل سيركز المؤتمر على محور الإرهاب فقط أم أن هناك محاور أخرى سوف يتكلم فيها المؤتمر؟ لا بالطبع، كما قلت لك سيكون هناك 4 جلسات تمتد في مجالات شتى وعديدة، ليس فقط محاربة الإرهاب وإنما أيضا المشروعات والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. ستكون هناك فرصة في مبادرة اسأل الرئيس لمزيد من الأسئلة من الشعب إلى رئيسه. نشكر زميلنا عمرو حسين من مقر مؤتمر حكاية وطن. أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن المؤتمر العالمي لنصرة القدس يأتي استمرارا لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، داعيا الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود والثبات. وأضاف الطيب خلال كلمته في افتتاح مؤتمر نصرة القدس العالمي إن الأزهر الشريف عقد 11 مؤتمرا حول القدس منذ عام 1948 حتى عام 1988. وأشار شيخ الأزهر إلى أن مؤتمر نصرة القدس ينعقد في ظروف بالغة الصعوبة، مضيفا أنه يختلف عن سابقيه لأنه ينعقد بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتقسيم المنطقة. هذا وقدم شيخ الأزهر اقتراحا بتخصيص عام 2018 ليكون عاما للقدس لدعم المقدسيين ماديا ومعنويا. من جانبه أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن أسفه أن تكون القدس مسرحا للصراعات والحروب، وأضاف أنها تمثل مكانة كبيرة لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وخلال كلمته في مؤتمر نصرة القدس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هناك مؤامرة تستهدف القدس بكل ما تمثله من معان دينية وتاريخية وثقافية. وأكد عباس على أن الولايات المتحدة اختارت أن تخالف القانون الدولي بعد قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهاتف القيادي في حركة فتح الفلسطينية السيد نبيل أبو ردينة. السيد نبيل، بعد التحية أهلا بك. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذكر أن الولايات المتحدة خالفت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون الدولي. برأيك كيف سيؤثر مؤتمر نصرة القدس العالمي على قرار ترامب؟ بالطبع في مثل هذا التوقيت العصيب الذي يمر به عالمنا العربي والإسلامي وخاصة فلسطين، هذا القرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو محاولة لتهويد القدس الشريف، والأزهر هو مؤسسة مستقلة إسلامية تعبر عن المسلمين في جميع دول العالم.
حينما يقوم بمؤتمر وخطوة هامة في مثل هذا التوقيت فإنه بالطبع يعد وسيلة للضغط وللتأثير على هذا القرار المشين. شيخ الأزهر قدم اقتراحا بأن يكون عام 2018 عاما لدعم القدس ولدعم المقدسيين ماديا ومعنويا. برأيك كيف سيؤثر هذا الدعم المادي على دعم القضية الفلسطينية؟ بالطبع هذا الدعم سيؤثر تأثير كبير على ماديا ومعنويا على كافة الفصائل الفلسطينية، فهو يعد خطوة مهمة نحو تحرير القدس. نشكر القيادي في حركة فتح السيد نبيل أبو رودينا. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري والدبلوماسي في سوريا لإنهاء الصراع في البلاد، وكذلك لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى إلى سوريا. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي ترحيب مصر بكل المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات لفتح أسواق جديدة وخلق فرص للعمل. جاء ذلك خلال اجتماعا عقد مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري يوم الاقتصاد المصري مجموعة هرمس. وعرض الجرح على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادية المصرية التي تلقت إشادة من كل المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام. وأضاف الجرحي أن الاستثمارات الحكومية وصلت خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 33 مليار جنيه. رياضيا، في الدور المصري بدأت منافسات الأسبوع 19 من البطولة بثلاثة لقاءات، حيث فاز فريق الأسيوطي سبورت على الرجاء بثلاثة أهداف لهدف، بينما فاز الاتحاد السكندري على المصري بثلاثية نظيفة. أما اللقاء الأخير فقد خسر فريق الإسماعيلي من المقاولين العرب بثنائية نظيفة. هذا وتستكمل مباريات الجولة نفسها اليوم، حيث يلتقي نادي الزمالك مع الداخلية في 6 مساء. وبعيدا عن الرياضة، تحل اليوم الذكرى 3 لرحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، والتي عاصرت عقودا طويلة من السينما المصرية، وساهمت في إبراز دور المرأة بصورة خاصة من خلال أدوارها في السينما المصرية. المزيد عن مشوار الراحلة في العرض التالي. بعد مشوار حافل بالعطاء، بعد أن تربعت على عرش السينما العربية، ها هي سيدة الشاشة فاتن حمامة محمولة على الأعناق لجشيع الألاف إلى مثواها الأخير. منذ الصباح توافدت الجماهير من أنحاء مصر إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر ليشاركوا تشييع الفنانة الراحلة، جنازة مهيبة تقدمها العديد من المسؤولين والشخصيات العامة وكبار نجوم الفن والثقافة. جنازة أعادت للأذهان مشاهد من جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث لم يتسع ميدان الحصري للجماهير فاصطفوا في شوارع جانبية يحملون الورود والأعلام ويرسلون حكاية سيدة الشاشة التي بدأ مشوارها مع الفن وهي طفلة في 10 من عمرها، ليستمروا في العطاء حتى وقت قريب. وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط اليوم الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.